الغرض من هاي التجربة علمنا انه شلون نقدر نسوي تزامن بين مولدات الثيم او بين مولد وبين الشبكة الوطنية. شنو الغرض من التزامن؟ مثل ما تعرفون انه نفرض انه انا عندي مثلا مصنع، مثلا عندنا مصنع، هذا المصنع جاي يعمل على جنريتر، زين هذا الجنريتر ما اقدر اخليه يشتغل بصوره مستمره، زين دي اسباب هواي، مثلا منها اسباب الصيانه، ممكن انه هذا الجنريتر يتعرض لعطل معين، زين فما اقدر اخلي هذا المولد يشتغل 24 ساعه. زين جيد، شنو الحل؟ الحل انه ممكن نجيب جنريتر اخر، زين وندخله بالثيرم للخدمه، ممكن نجيب جنريتر ثالث وايضا ندخله للخدمه. طبعا من راح نجيب هذا الجنريتر الثاني؟ ما نقدر نجيبه ونربطه مباشره وندخله بسويتش واحد وخلص، نقول له يلا انت راح تدبر حالك. لا، اكو فرد خطوات، اكو فرد خطوات، اكو فرد شروط لازم نحققها. يلا نقدر شنو نسوي؟ ما يسمى بالسينكرونايزيشن او ما يسمى بالتزامن. فاذا الغرض من شغله البارلل كونكشن هي انه كيفيه مزامنه مولد او جنريتر مع مولد اخر، او ممكن مزامنه المولد ويا من؟ ويا الشبكه الوطنيه. الشبكه الوطنيه احنا ممكن شو نسميها؟ ممكن نسميها الانفينيت باس بار او النتورك، زين، او ممكن نسميها الناشونال جريد الى اخره. زين، شنو الغرض؟ ليش اسامي المولد ويا الشبكه الوطنيه؟ هذا هو اللي جاي يصير تماما. وين؟ محطات التوليد. محطات التوليد جاي يصير محطات التوليد عباره عن مجموعه من المولدات. مجموعه من المولدات، وهذه المولدات كلها تشتغل وقت واحد. زين؟ بدون ما تسبب لي اي مشكله. ولكن انه شلون اقدر اشغل هذه المولدات كلها بان واحد او بوقت واحد بدون ما تصير عندنا اي مشكله؟ انه لازم ننتبه شلون؟ لازم ننتبه هاي الكونديشنز او هذه الشروط فور بارلل التمريتر والنتورك. يعني شلون نقدر نربط صوره الجنريتر توازي ويا من؟ ويا النتورك. طبعا هي هذه مجموعه المولدات الشبكه هي اللي تكون شنو؟ هي اللي تكون لنا الشبكه الوطنيه. يعني احنا هسه هذا شبكه ال 400 كيفي اللي هي خطوط النقل، خطوط الترانسميشن لاين اللي بين المحافظات اللي نشوفها، او ال 132 كيفي. هذه من جايتنا؟ هذه عباره عن مجموعه من محطات التوليد، محطه توليد الناصريه، محطه توليد البصره، بغداد الى اخره. وش تسوي؟ كلها تضخ وين؟ بال 400 كيفي. كلها تضخ وين؟ خطوط من خطوط الناقله، او ايمن بال 132 كيفي. احنا عندنا تورينجز، عفوا تورينجز ال 132 كيفي للمناطق القريبه وال 400 كيفي للمناطق البعيده. عموما احنا شلون نقدر نحصل على الشبكه الوطنيه؟ الشبكه الوطنيه هي عباره عن مجموعه من الجنريترات. هذه الجنريترات مربوطه على التوازي بارلل. لكن لنفرض انه انا عندي فقط هذين الجنريترات الاثنين جاي يشتغل بالخدمه. زين، احتاجينا انه صارت عندنا زياده بالاحمال، صار عندنا توسع مثلا في المدن. اذا على صعيد مدن مثلا او على صعيد مصنع صارت عندنا زياده باللود. فردنا نزيد شنو؟ ردنا نزيد الاحمال. بالتالي صار هذين الجنريترات الاثنين شبيهم ما يكفل. فممكن شو نجيب؟ نجيب جنريتر اخر، جنريتر ثالث، ونضيفه ويانا ويذنب القديمات. جيد، نجيبه ونربطه مباشرة بهالصورة هاي ويولد بالشبكة؟ لا، هذا راح يسوي لنا مشكلة. زين شنو الحل؟ الحل التزامن. أحسن، بالتزامن أو ما يسمى شروط التزامن اللي هي الكونديشنز. أول شيء هسه أنا مو مطين في التعريف بسيط. The proper method هي الطريقة الصحيحة of connecting alternator to the network. إذا هو شنو تعريف الـ synchronizing؟ synchronizing تعريفه هي الطريقة الصحيحة لربط المولد أو الالترنيتر إلى الشبكة. الالترنيتر راح نضيفه للشبكة.
زين اللي هي الشبكه منين جايه من هاي منين تكونت؟ سابقا عندي انا اثنين هي مكونه في هذه الشبكه. جبت واحد راح ازامنا ويانا وين ذول السابقين او وين هذا وين نتورك. زين اتس كولد سنكرونايزنج التزامن يدعى التزامن. زين هنا نجي للشروط، الشروط يقول ذا انكمنج الترنيتر، انكمنج يعني الجنريتر داخل الخدمه حديثي يعني اللي يريد يدخل الخدمه. ذا انكمنج الترنيتر اند ذا نتورك ماست هاف ذا سيم، لازم الشبكه والانكمنج الترنيتر يعني المولد الجديد معنى انكمنج يعني الداخل بالخدمه حديثا والشبكه يعني هذا الجنريتر وهذه الشبكه ايش فيه؟ ماست هاف سيم، لازم تكون نفس شنو هو؟ اول شيء نفس التيرمينال فولتج نفس الفولتيات يعني بمعنى اخر انه انا هذا الجنريتر اشوف ذن السابقات شقد فولتيات شقد ينقذ هذه الشبكة أو هذا الانفينيت باس بار ايش قد فولت يعني مثلا وليكن 400 فولت مثلا 400 فولت فلازم شو اسوي انا بالبداية اضبط فولتية هذا الجنريتر على 400 فولت هذا اول شرط واضح شلون اقدر اضبطها على 400 فولت شلون اقدر عليكم السلام شلون اقدر نتحكم بالفولتية بالالترنيتر عن طريق منو عن طريق الاكسايتيشن او الاكسايتد كرنت اللي سميناه دي سي كرنت الدي سي تيار الدي سي تذكرونه لو لا من شرحنا السنكرونس الترنيتر تيار الدي سي اذا التيار الدي سي اذا ازداد عندنا راح شيء زيد الفولتيه تيرمينال فولت المن في الجنرال اذا قللنا راح شيء يسوي يقلل عندي الفولتيه هذا اول نقطه اذا لازم اضمن انه فولتية المولد الجديد مساوية لمن؟ للشبكة أو لفولتية المولد القديم، هذه أول نقطة. النقطة الثانية لازم عندي شنو هو؟ سيم فريكونسي نفس التردد. لازم عندي نفس التردد، يعني أشوف هذه المنظومة أو هذه الشبكة جاي تشتغل بها تردد 50 أضبط التردد مالي جنريتر مالتي عليه 50 60 اضبطها علينا على 60 يفضل انه يكون الفريكونسي مال الجنريتر الجديد انه اعلى بشيء بسيط من مين؟ اعلى من الجنريتر القديم او من الشبكه اعلى منين؟ من الشبكه واضح؟ يعني الفرق بسيط يعني اذا هذا 50 هذا ممكن يكون 50.5 يعني 50 ونص هيك يعني فشيء 0.2 0.3 الى اخره اذا هسه الخطوه الثانيه واضحه؟ زين شلون اقدر اتحكم بالفريكونسي؟ شلون اقدر ازيد انا اقصر الفريكونسي عن طريق منو؟ عن طريق البرايم موفر. شنو البرايم موفر؟ المحرك الابتدائي، شنو هذا المحرك الابتدائي؟ هذا اذا تذكرون شرحنا عنه قلنا هذا التوربين يتصل بيه من؟ بالشفت اللي هو يتصل بيه من الموتور مالت من؟ مالت سنكروس الترنيتر. هذا البرايم موفر برايم موفر محرك ابتدائي هو اللي راح يفر منه راح يفر للشفت مالت من؟ مال الروتر مال المولد زين شلون يدور؟ منين يجيب هاي الحركه الميكانيكيه؟ منين يوفر لهاي الطاقه الحركيه؟ حسب نوويه حسب طبيعه المحطه اللي موجوده عندنا محطه غازيه، محطه بخاريه، نوويه الى اخره، رياح، شلالات الى اخره. شوف شنو هي هذا توفر لي وحده من الطاقات الحركيه. زين العنوان الثالث اللي هو الفيس سيكونس. الفيس سيكونس نقصد به تتبع الفيسات. شنو يعني تتبع الفيسات؟ مثل ما تعرفون احنا في 3 فيز عندنا مثلا يعني اذا ممكن انه السيستم يفتر ويا عقرب الساعه كلوك وايز وممكن انت كلوك وايز. مو صحيح؟ زين اذا هنا المفروض الجنريتر الفيس سيكونس الفيس سيكونس يعني اقصد بها تتبع الفيسات تتبع الفيسات فالفيس سيكونس هذا الجنريتر المفروض يكون مشابه لمن؟ للشبكه يعني اذا كان هذا فيس سيكونس هذا ار اس تي هذا ار اس تي فاذا كان للشبكه هو انتي كلوك وايز المفروض للجنريتر الجديد ايش فيه؟ ايضا انتي كلوك وايز
زين. وهذا شلون نقدر نتاكد من عنده؟ شلون نقدر نفحصه؟ نقدر نشغل اي موتور بسيط عن طريق اي موتور، نفحص نشوف اتجاه دوران الموتور، عقرب الساعه وعقرب الساعه لعكس عقرب الساعه، نقدر نتاكد. اذا متعاكسات، اذا واحد عكس الثاني، واحد يعني المفروض هذا وهذا الاتجاه. المفروض مال الشبكه بهذا الاتجاه، ومال الجنريتر اللي دخلته بهذا الاتجاه، شو نسوي؟ بس نقلب اي شيء زين نقلبه. زين راح يعكس اتجاه الدوران. خلص. هذا الفيس كلوز. زين. النقطة الرابعة والأهم اللي هي الفيس شيفت أنجل. شنو الفيس شيفت أنجل؟ هنا الفيس شيفت أنجل أو الفيس ديفرنس. زاوية فرق الطور. يعني فرق الطور. فرق الطور بين الجنريتر الجديد سواء كان فولتي أو التيار للجنريتر الجديد أو للشبكة، المفروض فرق الطور أو الفيس شيفت أنجل بيناتهم يكون مساوي للصفر. يعني ماكو فرق الطور بيناتهم. شنو يعني ما شنو معناته؟ شنو الفيس شيفت أنجل؟ احنا هسه نفهم. هذا R، هذا S، هذا P. هذا M للشبكة. هذا M R، S، T. للجنريتر اللي نريد ندقق حديثا. اللي سميناه Incoming Alternating. زين. المفروض انه يكون الـ R للشبكة منطبق تماما ويا من؟ على الـ R للجنريتر الجديد. زين، هذا شلون اقدر افضله؟ شلون اقدر اسيطر عليه؟ طبعا هم اثنينهم يفترون، هسه ما قلنا اتفقنا اثنينهم ممكن يفترون بهذا الاتجاه. لازم نتاكد، او عكس او بالعكس تماما. لكن ايش فيهم؟ مو بنفس التوافق جاي يفترون، ممكن هذا ايش فيه الان؟ ممكن يعني يكون بهالشكل هذا. شوف الار هنا للجنريتر ايش فيها؟ تقريبا مشتبه هالحل. يعني اكو زاويه بين الار للشبكه وار للجنريتر الجديد اللي هي هذه. فانا شو اسوي؟ انتظر اكو فد لحظه معينه ينطبق بها هذا الار ويا هذا الار. هذا الار ايش فيه؟ يصير منطبق على هذا الار بحيث تكون هذه الزاويه ايش فيها؟ صفر. صفر ما موجوده عندي. بهاي اللحظة شو اسوي؟ بهاي اللحظة تتم عندي لحظة التزامن. بعد ما احقق ذي الشروط الثلاثة واتاكد من الفيز انجل انه لازم يكون عندي صفر، زين؟ هاي اللحظة يتم عندي التزامن. هذا شلون اقدر اتاكد انه الفيز شيفت انجل بس بي زيرو؟ شلون اتاكد من عندي زاوية فرق الطور او هذا الار منطبق على هذا الار؟ هذا يتم عن طريق شغلتين، عن طريق بواسطة جهاز يسمونه جهاز السينكروسكوب، جهاز التزامن. جهاز يسمونه السينكروسكوب، هسا الوضع. والطريقة الثانية طريقة اللامس ميثود، طريقة الأضوية يعني. زين، شنو هذا جهاز السينكروسكوب؟ ببساطة جهاز السينكروسكوب جهاز بهالشكل هذا، وبداخله اكو تأشيرة، هذه التأشيرة وين عقرب الساعة تأشر لي فاست سريع. عكس عقرب الساعة الشبكة شنو هو؟ ستو بطيء. وبالنص هنا بالسنتر هذه يعني إذا صار لونها باللون الأخضر فهذه دلالة على أنه شنو هو؟ على أنه هذا الآر انطبق على يمين على هذا الآر. والإس إيش فيه؟ انطبق على الإس. والدي أيضا إيش فيه؟ انطبق على. فننتظر أنه إلى أن توصل هذه اللحظة عند السر يعني هذا المؤشر نريد اللون الأخضر. احنا شو نسوي لحظة التزامن، يعني ندخل السويتش أو ندخل هذا الجنريتر اللي ندخله مع الشبكة أو عن طريق جهاز أو عن طريق الأضوية. هذا شنو الأضوية؟ الأضوية هسه عندي هذا الآر والإس والتي، هذا مالتنا فرضا هذا مال الجنريتر الأول أو مال مال الجنريتر الاول، وهذا الار والاس والتي مال الجنريتر الثاني او الثالث اي واحد نريد ندخله جديد. زين، هاي شو تكون الفكره؟ طريقه اللامس ميثود،
شو تقول عندي؟ تقول هنا طبعا سوق اكو بينات. تقول اخوان اكو هنا عندي سيلف اوبريتر يعني ار. فشو نقول؟ نقول ناخذ من ار ناخذ السيلك وين نوديه؟ الجلوب الاول. الجلوب الاول نفس بالجهه المقابله من ار ناخذ السيلك نفس نفس الفكره من الاس والدي ونفس الفكره من الاس والدي بهالشكل. زين جيد، شنو اللي راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير تشوف انه الاضويه تشتغل وتطفى بصوره سريعه طبعا، تشتغل وتطفى تشتغل وتطفى. باللحظه اللي تنطفئ بها الاضويه ممكن انه انت تسوي السنكرونايزيشن، يعني ممكن تسوي التسامح. ليش؟ لانه باللحظه اللي تنطفئ بها الاضويه معناتها شنو؟ معناتها الار انطبق على من؟ على الار. والاس انطبق مع الاس والتي انطبق مع من يبدي يبتعد عنه راح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي فيز ديفرنس، فراح تبدي تتولد الفولتيه. كل ما يبتعدون اكثر كل ما شنو؟ ينطيني اناره اكثر. دلاله على انه يعني كل ما يشع اكثر دلاله على انه مش فيهم مبتعدين اكثر. باللحظه اللي يمر هذا الار يمر من يم هذا الار يوصل وياه ينطبق عليه ايش في هذا اللي؟ شوف يخفت لدرجه يعني او يطفى تمام او يخفت. فبهذه اللحظه اللي يخفت فيها يقدر شو يسوي؟ يقدر تغلق السويتش او عن طريق جهاز السنكروسكوب. واضح اخوان؟